متتبعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تستضيف فيه السي عبد الجليل أبو المجد باحثا في الشأن النقابي. السي عبد الجليل أبو المجد أصدر مؤخرا كتاب حول النقابات، الدولة والنقابات، رهانات وتحديات، استعرض فيه مجموعة من القضايا ذات الشأن النقابي على المستوى الوطني وأيضا المراحل وتطور العمل النقابي على المستوى الوطني. السي عبد الجليل مرحبا بك. شكرا. أصدرت كتاب حول النقابات، علاش الاهتمام ديالك بالشق النقابي وشنو الأشياء اللي خلاتك يعني دير هذا الكتاب حول النقابات؟ ليست الأول مرة أنا أهتم بالشأن النقابي أو النقابات في المغرب. قد سبق لي أن كتبت كتاب في 2010 بالكتاب بالعربية حول النقابات وفي ضوء مدونة الشغل، فكان دائما هاجسي هو الاهتمام بالشؤون الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالجانب النقابي بالمغرب. فجاء الكتاب امتداد لما كنت أهتم به في الدراسة ديالي الجامعية سواء هنا في المغرب أو في فرنسا، إلى أن صدر الكتاب الأول بالعربية، واليوم صدر صيغة أخرى مخالفة فيها تحيين الأوضاع والأحالة التي وصل إلى المغرب والمشهد النقابي المغربي، بغية أو بهدف أولا التأمل على العالم كيف تحولت النقابات العالمية في ضوء العولمة وتغيير العالم العمل والشغل، إلى أن أثرت على النقابات ودورها في مواجهة. علاش الكتاب قررت أن تكتبه بالفرنسية ومش باللغة العربية؟ الكتابة الفرنسية هي امتداد للأطروحة التي ناقشت وكانت بالفرنسية، فكنت ناقشت أطروحها في الثمانينات حول الحركة النقابية بالمغرب، ولكن توقفت البحث بالضبط في 1989 وقفت، ومن تلك الفترة إلى اليوم وقعت تحولات كثيرة في سواء عالميا كونيا أو على المستوى الوطني. لذلك ارتأيت أن أصيغ كتاب جديد في ضوء الأحداث والتغيرات العالمية الجارية، خصوصا بعد الأزمة ديال 2008 العالمية الاقتصادية وانحصار وانكسار النقابات عالميا. النقابات في المغرب مرت مجموعة من المراحل على مر التاريخ ديالها، يعني اشني أهم محطات تاريخية للنقابات تاع المغرب اللي ضمنها الكتاب ديالها؟ النقابات تعد من أهم التنظيمات الاجتماعية، وهي شكل حضاري دخيل علينا استوردناه من الأوروبيين. وهناك مقولة أساسية قبل أن أجيب عن سؤالكم، مقولة مشهورة كان يرددها كثيرا لوي ماسينيو المستشرق الفرنسي، كان يقول بأن هناك تمتا علامتان للنهضة في العالم الإسلامي، هي الحركة النقابية والحركة النسائية. لماذا ركز ماسينيو على الحركة النقابية وعلى الحركة النسائية؟ الحركة النقابية لأنها هي واحد قوة في وجه رأس المال، وتنهض بالحلقة الضعيفة في عملية الإنتاج وهم العمال وإنصافهم. وبالنسبة للمرأة الماسينيو يقول بأن نصف المجتمع في العالم الإسلامي لا يمكن أن يبقى مبتورا معطلا، لا بد من النهوض بالمرأة وتحقيق المكاسب ديالها ووضعها في مكانها في عملية الإنتاج وفي عملية التنمية والزيادة في الإنتاج. لذلك ركز على نقطتين، أنه لا يمكن لهذا العالم أن يستيقظ من سباته إلا بركيزتين، النقابات والنساء. وشين المراحل التاريخية بالنسبة للنقابات؟ بالنسبة للمغرب
بالنسبة للمغرب بالضبط قبل الحماية، كان الناس كانوا المغاربة يعيشون في بالحرف والصنائع والفلاحة أيضا. لا والفلاحة العالم الفلاحة لم تقتحمه النقابات، دائما الفلاح كان له حساسية من النقابات لحد الآن. لحد الآن بالنسبة لعالم المدن الحضرية، أن في المدن كان الناس الحرفيين ينضمون في 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 واحد الشكل في جماعة تسمى الحنطة، ولكل حنطة تقاليدها ونوامسها وعادتها، ولكل حنطة من الحناطي لها أمين يختار ويعين من اعضاء اعضاء الحرفه او الصنع. كان النجارين، كان الحدادين الى اخره. وكان هذا الامر في مراكش وفي مدينه فاس خصوصا فاس، ف على راسها امين، وهذا الامين كان يزكيه المحتسب، والامين هو واسطه ما بين العمال والسلطه وكذلك يراقب الجوده والاثمنه الاسعار الى اخره، وبجانبه كان المحتسب. ماذا وقع بعد دخول الصناعة ودخول الحماية؟ دخلت الصناعة تنافس الصناعة التقليدية، ودخلت بدأت بناء الطرق، بدأت بناء الموانئ، احتجنا إلى اليد العاملة العمال. إذن الشغيلة بدأت تتشكل بالضبط، النواة الأولى أو الإرهاصات الأولى للنقابات في شكل وداديات وجمعيات في أواخر في العشرينات من القرن الماضي، وكانت خاصة بالأوروبيين فقط، لأن ما كانش الفرنسيين، كانوا الإيطاليين، إسبان إلى آخره، كانت خاصة بالأوروبيين. فصدر في البداية من ضمن التقنينات البداية العمل النقابي، صدر ظهير 36 سمح بتنظيم النقابات للأوروبيين. ثم بعد ذلك صدر، يعني ما كانش مسموح للمغاربة ديك الساعة ينضموا للنقابات. صدر ظاهر كانت شكوك، كان هناك رد الطرف، ولكن من بعد ذلك بضغط من المقيم العام صدر ظاهير جديد في 38 يسمى لوديلي سانديكال، جنحة النقابية لوديلي سانديكال. هذا يعاقب بالزجر، بالسجن، عقوبة زجرية بالسجن أو بالغرامة لكل من ينضم أو ينتمي للنقابة من المغاربة. في الأربعينيات بدأت الأمور تتغير. في الأربعينيات جاء المقيم العام الجديد معروف، هو رجل ليبرالي دبلوماسي مشهور، إريك لابون. إريك لابون كانت عنده منظور آخر، هو أنه ليوقف بالنسبة للوطنيين لتحقيق واحد التوازن، كان يشجع النقابات، كان يزور المصانع ويدعو العمال المغاربة إلى الانضمام إلى السيجيتي، يعني يشجع العمل النقابي. وكان يقول لهم في المصانع إلى السيجيتي، إلى السيجيتي، إلى السيجيتي، لأن في الأربعينات بالضبط تم تشكيل واحد التحالف يسمى الاتحاد العام للنقابات المغرب، وصدرت قوانين ضهائر مهمة في ذلك الوقت، منها أجرة العطلة الأسبوعية، منها ما يتعلق بالشهر العطلة الشهرية المؤدة عنها كونجي باي إلى آخره. استمر هكا الأمر حتى من بعد ما جاء الجنرال، لأن تم استدعاء إريك لابون، وجاء الجنرال ألفونس جوان، كانت متوترة نسبيا مع القصر ومع الأحزاب. فماذا حدث؟ حدث وقعت هزت العالم العربي، وهي اغتيال فرحة حشاد التونسي. فكان المغرب جسد كجسد واحد، فقعت هزة في المغرب في الدار البيضاء على إثرها مجزرة. كانت هذه نوع من أعطت دفعة للحركة الوطنية. فبالتالي
بدات تصعيد المقاومه، القصر، الحراره، الاحزاب، النقابه، كل شيء انضم في صف واحد للمطالبه بالاستقلال. فتحقق الاستقلال في 56، ولكن قبل 56 كان تاسست اول نقابه تاريخيه، الاتحاد المغربي للشغل، في 55. شكون كان ديك الساعه كان الرئيس ديالو؟ الرئيس ديالها كان انتخاب. هناك خلاف في هذه النقطة بالضبط، تم انتخاب من ولا من إلى آخره، ولكن على أي حال تم انتخاب، كان زعما في صراع ما بين محجوب بن صديق الله رحمه الله ومن طيب بن بوعجة رحمه الله، كان صراع حشد. فتم انتخاب على اتحال السيد المرحوم محجوب بن صديق أمين عام، وسي طيب بن بوعجة نائب ديالو. فهذه البداية، فتم الاعتراف الرسمي طرف السلطات بالنقابات، أول نقابة في المغرب هي الاتحاد المغربي للشغل. وتم صدور ظهير خاص بتنظيم العمل النقابي، ظهور 16 يوليو 57. بالمناسبة عندما كانت الأحادية النقابية، فكان المغفور الله محمد الخامس يحضر احتفالات فاتح ماي في صف العمال، ويلقي خطاب بالمناسبة يحث العمال على العمل والإنتاج، لأن الدولة مازال فتية وما محتاجة إلى العمل أكثر. يعني كيفاش غادي يدوز المغرب من مرحلة الأحادية النقابية إلى المرحلة تاع التنوع النقابي؟ حدث ما ووقع واحد، دائما السياسي هو سبب الانشقاق في صفوف النقابات. السياسي كان دائما يبحث عن ذراع للدخول للولوج عالم العمال. حدث ماذا حدث؟ حدث الحدث التاريخي المشهور، والانقسام الذي أصاب حزب الاستقلال الأول في 59. وقع انشقاق بين التيار التقدمي والتيار المحافظ. فالتيار التقدمي مالت بطبيعة الحال النقابة سواء كيف ما كانت إيديولوجية تميل مع الجانب التقدمي دائما بطبيعة الحال، مالت مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فبدأت دخلت لحلبة الصراع السياسي، وهذه حلبة الصراع أثر على المشهد عموما. فكان ردة فعل الحزب المحافظ بخلق نقابة خاصة به لتكسير النقابة الأولى في البلاد، فأسس في عيد ميلاد الاتحاد الوطني للشغل، تأسس في 20 مارس الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد المغربي للشغل في عيد ميلاده تأسست نقابة أخرى تابعة للاتحاد، تابعة للحزب هي الاتحاد العام، في الاتحاد العام. فوقع من ذلك العهد بدأت المشهد السياسي يعرف انشقاقات وبروز ظهور نقابات، بعضها موالي بعضها ضد، ولكن عموما المشهد النقابي تم تفتيته وتطويع في يعني تطويع النقابة الأم اللي هي الاتحاد المغربي للشغل. دخل المشهد واستمر الحال، ولكن في الفترة مثلا تاع الستينات إلى السبعينات إلى حدود الثمانينات كانت النقابات كانت قوية. أشن أسباب قوة النقابات في هذا الزمن؟ أسباب قوة النقابات في هذه الفترة بالضبط هو خروج من رحم الاتحاد المغربي للشغل، خروج طيار يمكن احتجاجي يريد أن يؤسس بديلا، ولكن سنرى مع بعض ليس هناك بديل على الاتحاد المركزي الأولى. أسس ما يسمى في 78 تأسست الكونفدرالية. دائما نعود إلى المشكل الأساسي، بيادين حزبية سياسية دائما السياسة تطغى على المشهد النقابي. وسأسأت إليه. فتأسست الكونفدرالية إلى في 78 فأعطت نفسا جديدا وقدمت مبادئ جديدة وبرنامج جديد تقدمي في حقيقة في البداية الأمر. لكن فكانت الإضرابات المعروفة الدموية في الثمانينات، فهذه دخلت من الباب النقابة الجديدة، دخلت من باب الصراع، فاصطدمت مع واقع مخالف. رغم أن هذه المأساة ديال الثمانينات وما نتج عن ذلك من
مجازر ومشاكل. النقابات في الثمانينات هاد الزخم جات بهاد القوة، هاد الزخم وهاد القوة كانت في الثمانينات تشكل كبديل للنقابة الأم التي فضلت المهادنة والحوار والتفاوض مع السيستم. إذن هذه في البداية كانت موجة، ولكن مع الوقت مع الزمن مع الفرص تعبت، مع لأنه كانت نقابات أخرى تتشكل، حتى أصبح المغرب يتشكل من عدد ما يفوق 20 نقابة. وهذا في نهاية الأمر كان سبب تقزيم ما يسمى باتجاه اليساري في النقابات، فعدنا من حيث بدأنا. قلتي بأن السياسي غلب على أو أساء لما هو نقابي، كيفاش أساء؟ بالعكس يعني البعض يقول بأن حينما كان يعني الوجود السياسي في النقابات كانت نقابات متحركة، كانت نقابات متوهجة. الآن حنا تنعيشوا هذا الوضع، غادي نعاودوا نرجعوا ليه في البرنامج ديالنا، ولكن الوضع الحالي تتعيشه النقابات هو سببه هو أن التراجع السياسي في العمل النقابي. هو من هناك اختلاف في وجهة النظر بالنسبة للسياسة الحزبي والسياسي والنقابي، اختلاف في وجهة النظر، ولكن الواقع يبين أن بقدر ما احتفظت أي نقابة سواء في المغرب أو خارج المغرب، بمقدر ما احتفظت في قراراتها الداخلية وفي مواقفها الداخلية، بقدر ما احتفظت على استقلاليتها، بقدر ما تكون أقوى. الغريب ماشي أن العيب في تعاطف النقاب مع حزب معين أو ميلها لحزب، ماشي العيب في هذا، لا عيب في ذلك، ولكن العيب أن تكون الأوامر والمواقف تأتي من خارج تنظيم لتوظيف النقابة في عمل ما، إما في المواجهة أو لأخذ مكاسب، فهكذا ضاعت حقوق المشغلين أو الأجراء في هذا الصراع، لأن أي دولة تدافع عن نفسها، أي دولة في العالم كله، أي دولة حينما تشعر بأن هناك اصطدام أو على وشك الانفجار تتخذ الإجراءات موازية معاكسة لتقويض العمل والمشهد السياسي. إذن السياسي فعلا في البداية خدم النقابات، ولكن في النهاية أساء إلى النقابات، لأن الأوامر أو التوجيهات، خصوصا أن النقابين يسمى النقابين الحزبيين يكون نقابي أمينا عاما والقيادة النقابية، وهي في نفس الوقت أعضاء في الحزب. هذا هو الإشكال. وهذا بالنسبة إلى خدينا النقابات القوية عالميا بحال بريطانيا، الاتحاد العمال البريطاني تريد يونيون كونغرس، أو اللي خدينا في النرويج في الدول الاسكندنافية، النقابات تتعامل مع الأحزاب ولكن محافظة على استقلاليتها. فمثلا النقابة في بريطانيا عدد المنخرطين فيها يتجاوز 7 ملايين، في النرويج تقريبا وصل 1 مليون منخرط. إذن احنا بالعكس مادام دخلنا في هذا المجال ديال السياسي والنقابي، تقلص عدد المنخرطين،